هنتكلم هنا عن النيكد بير. دي فكرة بسيطة خالص، ان يكون عندي خليتين فيهم احتمالين لرقمين. فلو الخلية الاولى فيها 1 و2، الخلية التانية مثلا فيها 1 و2، لو احنا بنحل السودوكو لو الاولانية حلها 1 يبقى التانية حلها 2، لو التانية حلها 1 يبقى الاولى حلها 2، مفيش احتمال تالت. معنى كده ان ده يلغي لي ال1 و2 من التكرار او من الوجود في الخلايا الحمراء الموجودة قصادنا دي، انا ملهمش وجود غير في الرقم في الخليتين الصفر، يعني هنا 1 يبقى هنا 2، او هنا 1 يبقى هنا 2، ملهمش وجود غير في المربعين الصفر دول بس، ده بنسميهم النيكد بير. فنقدر نمسح ال1 و2 من اي وجود في الهاوس اللي هم متكرر موجود فيه من المربعين الصفر. دي الفكرة ببساطة. هنا مثلا ال6 و9 دول بنسميهم نيكد بير. لو 6 في المربع الاصفر الاولاني يبقى اذا 9 في المربع الاصفر التاني، فنقدر نمسح 6 و9 من كل مربعات الحمراء الموجودة قصادنا. مثال تاني، ال1 و6، نقدر نمسح ال1 و6 من كل الصف الأحمر اللي قصادنا ده. نيكد بير 4 و6، نقدر نمسح 4 و6 من كل الصف اللي قصادنا. ال2 و4، نقدر نمسح 2 و4 من مكانين هنا، من البلوك اللي فوق الأخضر ده، ونقدر نمسح 2 و4 برضو من العمود اللي هو بامتدادهم، اللي هو يعني سواء البلوك الأحمر أو العمود اللي فيه ال2 و4 و2 و4 اللي هو امتداد المربعين الصفر. يعني بدل هنا 2 و4 وهنا 2 و4، دي تلغي لي أي وجود ل2 و4 على امتداد المربعين الصفر. أي هاوس جمع المربعين الصفر استحالة يكون فيه 2 و4 غير في المربعين الصفر. شوف مثال تاني، هنا 2 و8، دي تلغي لي أي 2 و8 غير في المربعين الصفر. فنقدر نمسح 2 و8 في أي مكان تاني، نمسحها من أي مكان في المربعات الحمراء اللي قصادنا. هنا مثلا ال2 و6، نقدر نمسح ال2 و6 من المربعات الخضراء اللي قصادنا دي، بنسميها نيكد بير. هنا 5 و9، نقدر نمسح 5 و9 من أي مكان في الصف الأخضر. هنا مثلا 3 و8، نقدر نمسح 3 و8 من أي مكان. 2 و7، نقدر نمسح 2 و7 من أي مكان جامع المربعين الصفر. 1 و5، نقدر نمسح 1 و5 من أي مكان جامع المربعين الصفر. 2 و3، فكرة منطقية بسيطة. هنا برضو 4 و5 متجمعين في هاوس واحد اللي هو البلوك اللي هو 3 في 3، فنقدر نمسح 4 و5 من البلوك الأخضر. أيوة تمام، فجمعت لي برضو بقى لي هنا 7 و9. تمام، مثال تاني، 3 و9 دول نيكد بير، فيقدر نمسح 3 و9 من الصف الأخضر اللي وصلنا. وشكرا.